يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يكون استحضار القلب عند الذكر بحيث لا يكون الإنسان ذاكرا باللسان فقط؟ هذا شيء أنا لا أعرفه، لا يختلف اختلاف الناس. الإنسان يفعل الأسباب التي تحضر قلبه، يفعل الأسباب من ترك الشواغل وترك الأشياء ويتفرغ للذكر، يفعل الأسباب. أما حصول الذكر بالقلب هذا من الله سبحانه وتعالى. نعم.